فكرة أهلي به كانت فكرة بصراحة، وطبعا من هنا لازم أشكر كابتن شطة عليها، إن يمكن لما طرحنا الفكرة إن كان كابتن دايما كان بيتكلم معانا يقول لك فكرة ما بعد الأكاديمية، فكرة ما بعد الأكاديمية فيه. طبعا النهاردة كل الناس حلمها تنضم لقطاع الناشئين، طيب والأكاديمية كان الكابتن عايز برضو يعمل لها هدف، الهدف إن أنا مش جاي أتمرن بس. فجت فكرة أهلي به إن إحنا طرحنا إن إحنا نشارك بأهلي به، إن قطاع الناشئين بياخد عدد وإحنا نقدر ناخد عدد للقايمة ونلعب بيه. بقى النهاردة حلم أي لعيب النهاردة، وكابتن شطة بصراحة من هنا برضو لازم أشكره تاني وتالت ورابع، إن حقق كل حلم كل ولد انضم لأكاديمية النادي الأهلي، إن بقى حلم النهاردة ينضم الأهلي به، ومن أهلي به إن شاء الله بإذن الله ينضم الأهلي ألف اللي هو قطاع الناشئين. فكرة أهلي به النهاردة إن إحنا لما اتخذنا فكرنا في عندنا موضوع الأكاديميات كلها، إن إحنا عندنا 24 فرع لأكاديمية النادي الأهلي كلها. جات الفكرة إن إحنا حضرنا من حوالي 10 شهور، عملنا اختبارات زيها زي قطاع الناشئين، كان في لجنة على أعلى مستوى بقيادة كابتن شطة، عملنا اختبار واثنين وثلاثة، كنا بنكلم مديرين أفرع على مستوى الفروع كلها، أفضل لعيبة عندهم يبعتوها لنا نبدأ نشوفهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لحد ما اخترنا في كل فرقة، قوام كل فرقة دلوقتي 22 لعيب.